مساء الخير يا تونس. ليمات كما تعرفوا أنا نعيش على إيقاع التحذيرات للانتخابات الرئاسية أو الاستحقاق الانتخابي. يبقى قاعدين نشوفوا في ياسر وجوه تحاول أن تستشهد على عتبات الانتخابات، بمعنى أنه العديد من المرشحين يعرفوا أنفسهم اليوم راهم مطلوبين العدالة ويمورهم ما ياش وملفاتهم فيها برشا أمور ما تعجبش، لكنهم يحاولوا باش يربطوا هالمويضة هذية بيعطيوها هيك الصبغة السياسية، بمعنى أنه الأستاذ قيس سعيد ما يقصي كل خصومه السياسيين المترشحين، هو في الحقيقة لا، هو في الحقيقة هما يعرفوا أنهم ما يجموش يترشحوا لأنهم أمورهم ما هياش، لكن يعملوا في تريح سياسي هكايا باش يلبسوا هكا الثوب نتاع الاستشهاد والمظلومية وهاي العباد قاعدة تشوف. على هذا الأساس أعدائنا باش يحاولوا الله والمعين الله باش يرذلوا الاستحقاق الانتخابي ويرذلوا المشهد ويحاولوا باش معناها كل حد ولسانه، معناها واحد يقول لك راهو الانتخابات هذه من تو ما صارت ويقول لك مزوره، والاخر يقول لك راهو لا مش يقصي الناس، وهذا غير صحيح غير صحيح. هذو الناس قاعده تخدم ضد المشروع الاصلاحي، ما يحبوش الباهي التونسي. هذا على مستوى الجمهورية، لكن اليوم كان لزام أن الواحد يحكي على صفاقس. صفاقس تلك المدينة التي ديما نقول تعيد لنا صدى الصراخ، المدينة الجميلة اللي أصبحت أعطوها ثوب المقبرة، مقبرة على كل المستويات، ثقافيا اقتصاديا اجتماعيا، وهو عمل ممنهج في الحقيقه. راه مقبل 2011 صفاقس تعاني، عاملين لك البقره الحلوب يهزوا منها ويعطيو، هي تدر في الحليب وما هي ما ترى منه شيء، والحليبه تمشي للناس الاخرين اللي نعرفوه. يبقى صفاقس المدينه العاصمه الثانيه في تونس، القاطرة الاقتصادية واللي تحتل مكانة كبيرة سواء ديموغرافيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا، وهي ذات الربط بين كل الأقاليم، أقاليم الشمال وأقاليم الجنوب، هي تنتمي للإقليم الرابع. تعرفوا أنه صفاقس كانت هدف مرسوم بدقة، حاولوا ومحاولات فشلت، رشقوا البدن نتاع صفاقس بكل السهام بكل المشاكل، افتعلوا فيها كل المشاكل اللي تخيلها في مخك، من موضوع الفارقة للاحتكار تاع المواد الأساسية لرؤوس الأموال الفاسدة لقطع الماء، كيسات مسكرة، شارع الحبيب بورقيبة مسكر، يعني يعطيوا كل ما هو مسيء وكل ما هو محبط وكل ما هو معناها يخلي الناس تشعر بالغليان، في إطار أنهم يهبطوها للشارع، هبطوا ناس للشارع، ولا قدر الله كانت تصير معناها الأشياء التي لا تحمد عقباها، إلا أنه صفاقس كانت من الحكمة بمكان أنها تتروى، وفهم أهالينا في صفاقس فهموا أنه الأشياء هذه كلها مفتعلة. يبقى في صفاقس عندنا أحلام، الأحلام نتاعنا بكل صراحة لم تتحقق. حلمنا وزدنا حلمنا ورقدنا وقمنا وزدنا حلمنا، لكن ما صار شيء، بمعنى أنه أحلام الصفاقسية ضاعت ما بين المخططات الشيطانية لهالمدينة وضعف المسؤول وتخاذله. كيف حلمنا انه تكون صفاقس ترجع كقاطرة اقتصادية، ك ك ك كمدينة اللي تدفع تونس الى الامام، نلقاوها عملوا كل معناها المحاولات لاحباط وقبر الارادة هذه، مشاكل كما قلنا، ورشق الجسم
في سيرتس بالجمعيات اللي هي في 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 ظاهرها جمعيات تعمل الخير، معناها واحده شاده البيئه والاخرى شاده العمل الاجتماعي توقف الناس في سيدي رمضان ومن شنو و... ها والاخرى شاده الجمعيه شاده الثقافه ودور ثقافه، وفي الحقيقه كلها جمعيات اخوانيه مركبه على ائتلاف كرامه عليك الخلطه المقيته اللي احنا ارتحنا منها. وهذايا العمل هذايا تطور صدنا انه الجمعيات هذه عاودت رجعت مع الاستحقاق الانتخابي قاعده عاودت رجعت تنشط. الهدف انه ظهر دوله ضعيفه وهي تاخذ مكان الدوله. نجد للاسف انه الجمعيات هذه تتغطى ببعض المسؤولين الجهويين، نعرفش على حسن نيه او سوء نيه ما نعرفش، الا انهم يتغطوا بالكثير من المسؤولين الجهويين باش يكونوا في تماس مباشر مع المواطن تحت غطاء الدوله. وهاو الخطوره لهنا. اذا في صفاقس نتعرض لكل انواع القصف. نرجع لأحلامنا في صفاقس، نرجع لأحلام الصفاقسية في مشاريع كبرى تم تعطيلها بالسيف، تم تعطيلها بالعاني، تم معناها تجميدها، رماوها في الكونجيلاتور، هكذا ما المشروع، والمشروع موجود، أما موجود في الكونجيلاتور، مشروع تبارورة، مدينة رياضية، عندناش حق في مدينة رياضية، عندنا حق، مشروع تبارورة، ما عندناش حق. عندهاش حق صفاقس تكون معناتها متصالحة مع مع الشريط الساحلي نتاعها، مترو خفيف، إحياء شط القراقنة وما أدراك، هذه الأحلام هذه لو تتحقق ترجع الحياة في صفاقس، تصبح صفاقس قاطرة، صفاقس مدينة صناعية وفكرية وسياحية ونوليو معناها نكونوا معناها رقم غير قابل للقسمة في 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 تونس. مدوا أيدينا بل الحدود وبعد الحدود انفتحها العالم تاعنا. صفاقس طاقة رهيبة، لكن للأسف اليوم الصفاقسية يشعروا بالإحباط، يشعروا بالغبن، يشعروا أنهم خذلوا، حكومات متعاقبة ولا واحدة منهم مدت وقدمت الحاجة بها للصفاقس والصفاقسية. حتى الألاف المؤلفة اللي أنا نعرف مئات الآلاف اللي مؤمنين بالمشروع الإصلاحي واللي مؤمنين بالدولة الجديدة ومؤمنين بالسيد قيس سعيد كرئيس جمهورية اللي يجم بحول الله معاه نجموا نخرجوا من النفق، لكن من داخل يشعروا بالغبن. لذلك ننتظر زيارة السيد الرئيس قيس سعيد إلى صفاقس، وكما تعودنا به دائما انه يمشي للبلاصه وديما حامل ملفات. صحيح في الحقيقه الملفات اللي يحملها فيها العديد من الخروقات، فيها العديد من الناس اللي معناها مسيبه في مسؤولياتها ومعناها وتتآمر على الدوله، لكن اعتقد انه زياره السيد رئيس الجمهوريه لصفاقس اللي احنا ننتظروها، وانا متاكد انه السيد الرئيس سيقوم بزياره صفاقس، ستكون هذه الملفات محملة بالحلول، بالرسائل المضيئة، بالأمل اللي احنا نستناو فيه الذي سيتحقق. أعيد وأكرر، احنا مشاريع كبرى معطلة، احنا طاقة رهيبة في صفاقس، نحاول نحب نقدمه لكن نجد التعطيلات. سيد الرئيس ننتظر زيارتك وننتظر أنك، وأنا متأكد أنك ستضع حد للتلاعب اللي يرسموا فيه صفاقس هذه لي بلان هذوما نتاع الشواطن هذوما، مشروع تبروره، المدينه الرياضيه، المترو، وحياء شط القراقنه. هذوما اربع مشاريع كبرى، ما قلناش كان هذوما لا، لكن هذوما اللي حاليا تعطي تبث الروح الجديده لصفاقس. وبحول الله بحول الله معا سنكون، رغم حاولوا باش يصنعوا الفتنة في صفاقس، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، صدق الله العظيم من الآية 64 من سورة المائدة، وأطفئت النيران هذه، والحمد لله رب العالمين كانت صفاقس لم تكن عنصرا يوما في زعزعة أمن تونس، بل بالعكس كانت عنصر في التقدم والرخاء لتونس. ننتظر دعوة زيارتك سيد الرئيس، وهي دعوة من صفاقس كاملة.
لإرساء الحلول، وأنا متأكد أن ستكون كذلك. تحية تونس، تحية تونس، نحن على عهد باقون، إن العهد كان مسؤولا، اليوم غدوة وبعد غدوة راهما بعضنا، ولا عودة إلى الوراء، هذا متفقين فيه. نحن نحاربوا في الأدران، نحاربوا في الأفكار المظلمة، نحاولوا باش نحلوا البيبان نتاع تلك الغرف المظلمة اللي يحكوا فيها في الدسائس، وما ثم كان الخير. تونس ستنجح، تونس ستقلع لا باس، وصفاقس ستكون رائدة كالعادة، وبحول الله ما ثم كان الخير. تحية تونس، تحية تونس، باي باي.